كان من ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة مشاريع نقطة الارتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة. هذا بناء على تكليف مجلس الأمة الموقر ببحث ومناقشة مشاريع الارتباط المركزية، وهذا الاجتماع الثاني للجنة فيما يخص هذا الموضوع تحديدا في مناقشة نقطة الارتباط المركزية. وللأسف للمرة الثانية على التوالي لم تحضر الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة. مرة تعذرت في وفد كان موجود عندها، اليوم كان العذر إجازة دورية، ولم نستطع مناقشة أي من المواضيع المدرجة على تقرير ديوان المحاسبة بهذا الوضع، ونحن نتحدث عن مليارات الدولارات المرصودة للكويت، وهذا التزام أممي للكويت بهذه القيم الملياريه لإعادة تأهيل البيئة الكويتية.